السيدات، اهلا وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ اموركم هانيه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. مرحبا بكم في فيديو جديد. الا مره تشوفي القناه ديالي ديري ابوناتي وفعلي الجرس باش يبقاو يطلعوا لك كاع الفيديوهات. ما تنساونيش من جيم كومونتير الكبيدات ديالي كالعاده، ديما كيشجعوني بالكومونتيرات اللي خطيكم عليا. اول حاجه قبل كلشي غادي نقول لكم، نخلي لكم الانستغرام ديالي هنايا، اللي بغات تسولني، اللي بغات تهضر معايا، اللي بغات تبقى معايا يوميا في اليوميات ديالي، كنبارطاجي كلشي تما في ستوري. المهم هذا هو الانستغرام ديالي، دخلوا عندي ليه. دابا اختي، هذا الفيديو الخطير اللي شحال انا باغا نصوره لكم، كتقول لكم راه ما كتبش والبنات بزاف ملي كنقول لكم عطوني افكار الفيديوهات، كلشي تيقول لي راجع بغينا الروتينات، راجع بغينا روتين الحمام، شنو لي برودوي اللي كديري وداكشي. والله البنات لما داكشي انا كيعجبني، ولكن ما كنتش صراحه كيحسب ليا انتما كتبغيو هذاكشي، فكان خاصني الوقت. راكم عارفين لانه ملي كتدخلي دغيا تحمحيه ما وغديري داكشي راسك، ماشي هو ملي غتصوري. فداكشي علاش ما كانش عندي الوقت، كان يعني الا غندخل دغيا ندير تحمحيه وندير داكشي اللي كنديرو نيت، راه غندخل نديرو فواحد الساعه ولا ساعتين، ماشي بحال الا غنصور غياخذ لي 4 السوايع ولا 5 السوايع. فشجعوني اختي في لي كومونتير. دونك اليوم الكبيدات جايين بزاف ديال الفيديوهات بحال هكا، جايين بزاف فيديوهات ديال النظافه الشخصيه، فيديوهات ديال لي برودوي الخاصين اللي تقدروا تستعملوهم البنات يوميا لراسهم، كيفاش نخليو الريحه زوينه، كيفاش نعطروا المناطق ديالنا، كلشي جاي ان شاء الله. فالفيديو ديال اليوم غادي نهضروا فيه على التحميمه ديالنا، كيفاش اختي نديرو شي حمام اللي نخرجوا فيه عروسات وهكا كندير بحوايج بساط عندنا في الدار. مباشره معكم انا الروتين ديالي هذا اللي كنديرو، ماشي كل دوش ولكن كل حمام. الدوش كندخلو دغيا كندوشو ونخرجو، ولكن التحميمه هي التبريمه والكيسه، راكم عارفين. فاول حاجه البنات قبل ما كندخل ندوش هنا، انا غندير غير الزيوت لشعري، ولكن كل وحده تمشي على حسب الحاجيات ديالها بلاتي باش نبقى نقادو نهضر. فاول حاجه انا غنخلط الزيوت هنايا، عندي هذا اول واحد هو ديال لافوكا، زيت لافوكا. انا غنخلط البنات كاع هاد الزيوت وغادي نشق بهم شعري. عندي هذا زيت الجوجوبا، مزيان بزاف الطوال ديال الشعر، خصوصا انا قلت لكم شعري كان عاجز ما كيطوالش ليا. من بعد عندي هذا ديال الويفيرا، الويفيرا هي خطيره للشعر البنات. انا كنت كنديرها، كانت مزروعه عندنا في الجرده في دارنا، كنهزها من الجرده ونديرها لوجهي ولشعري، وهذا دابا صافي كنستعمل الزيت ديالها. ومن بعد عندي زيت الماكاداميا، ولكن باقي الزيت اللي الصراحه كنت لقيت عليه نتيجه في شعري واعره، اللي هو هذا الزيت ديال الحبه السوداء. هذا البنات راه كنمشي عند هادو اللي كيبيعوا في الزنقه، كيقطروه كيقطرو قدامي. شوفوا البنات الزيت ديال الحبه السوداء اللي هو واحد الخير عليا باش ما نكذبش عليكم، هو اللي كان شعري ملي ولا مقصف وكلشي، هو باش كنت كنشق فيه. حاجه وحده تيقول لك الا صبغ شعركم ما تيشلوني تخسر لك ما ديريهش، لانه هو تيكحل شويه الشعر. انا راكم عارفين واخا شعري مصبوغ الصراحه ما عنديش الاشكال، ما عنديش المشكل، فغادي نديرو هذا البنات راه كيقوي الشعر وكيطولو. الزيت ديال الحبه السوداء راه خاطئ، فهذو البنات كلهم غندير منهم شويه 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 وغادي نشقق شعري. دابا الكبيدات وانا كنشقق شعري وغنقول لكم، اي وحده قبل ما تدخلي الدوشي تحمحيمه ديال بصح، لانه عارفه حنا كنعكزو داكشي، ديري الحاجيات ديال شعرك، ماشي ضروري انا كندير الزيت انت ديري الزيت، ديري الحاجيات ديال شعرك شنو محتاج. البنات اللي شعرهم دهني ما ديريش الزيت ديما، ديريه ولكن مره في الشهر ولا مره في 3 شهور، لانه الشعر ديجا دهني. اللي شعره متقصف دير، عرفتوا شنو، المره الجايه غندير معكم واحد الوصفه ديال الشعر المتقصف، حتى هي ما كانتش كتخطاني. عرفتوا البنات راكم تعقلوا، البنات القدامات اللي كانوا كيتفرجوا فيا تعقلوا انني كنت مو دابا كنخلطهم في يديا، تعقلوا كنت كنشارك معكم بزاف سميتها واحد الوصفات. كنت في واحد الوقيته كنت مهليه في شعري بزاف البنات، كنت مهليه فيه الصراحه. ديك الوقيته اللي انا داويته فيها باش شعري رجع ليا مزيان، صافي من تما. الا قلت لكم دابا راه شي عام وانا ما كنديرش، ولا من عام شي عامين ولا هذا، ما بقيتش كندير لشعري داكشي اللي كنت كندير ليه، لانه صافي بحال كتعطي واحد الوقيته كداويه ومن بعد صافي كتميكي عليه. فكيف قلت لكم البنات الشعر متقصف، البنات عطيو لشعركم الوصفات ديال البيض، الوصفات ديال دانون مسوس، دانون مسوس البنات. كنت كنديرو غير الاطراف ديال شعري لتحت وتنبقى بها، حتى دانون مسوس راه خطير 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 للشعر. المهم غنزيد دابا شويه ديال هذه درتها، ونزيد منها ديال الزيت الحبه السوداء اللي قلت لكم. المهم البنات عطو هاد الزويج باش تعجبوني، الصراحه كيعجبني بعد مرات هكا نشم في راسي داك الريحه ديال العشوب وهذا. المهم
صافي البنات الشعر خصوصا ما غديروا الزيوت ما صيو شعركم مزيان. شعركم البنات كيطيح في هاد لا بيريود عادي عادي، الرجال كيطيح لهم شعرهم في هاد الوقت، فعادي جدا ما تبقاوش مخلوعين اولا تقيرا بالك معاه ولا هذا عادي. قدرتي انك تعالجيه بشي حاجه طبيعيه، قدرتي تاخدي فيتامينات، ما قدرتيش ماشي مشكل، راه شويه وغادي يفوت هاد الشيء، راه عادي كل عام تيطيح الشعر في هاد الوقيته. صافي الكبيدات، انا دابا شققت شعري مزيان، غادي نمشطو وغادي نجمعو الكبيدات. دابا مور اختي ما شققت شعري صافي جمعتو بحال هكا، غندوزو دابا نوجدو التبريمه. وقبل من التبريمه غادي نقول لكم واحد الحاجه ضروريه البنات، ضروري نقولها لكم، اللي هي قبل البنات ما تدخلوا ديروا شي تحمحيمه بحال هكا فعلا تارك اللي فريمون غادي تسخني وعظامك غادي تفكو. قضي جميع الاغراض ديالك قبل ما تدخلي للحمام، عندك شي ماء نغسليهم، طيبي عشاتك طيبيه، طيبي غداتك طيبيه، عندك شي خدمه خدميها قبل باش مورا الحمام البنات نجلسو نتصنطو العظام. راه العظومه ملي كيتفكوا في داك السخونيه وكتحكي والترخاي وداكشي وتخرجي فوق فيه النيشان في الكوزينه، داك هو المرض براسو. البنات اللي عندكم شي حاجه قضيوها قبل، يعني قضيو كلشي شغالكم عشات كلشي وجدي باش الا غنوضي تنوضي تسخني وتحطي، ماشي عاد ثاني توقفي في الكوزينه وتوقفي في التماره. الا بغيتي ني ترتاحي في الحمام وعظوماتك يرتاحوا وتكسبي صحتك ضروري ديري هادشي. هنا الكبيدات بالنسبه للتبريمه، التبريمه البنات تقدروا نتوما تصاوبوها زعما هكا راسكم، تشريو داكشي هكا وطحنوه، اولا تقدروا تمشيو عند شي عطار اللي ثقه كيدير التبريمه. انا الصراحه بالنسبه للبنات ديال سلا راكم عارفين سلا المدينه تبارك الله عندنا فيها هكا ديال العطار ومزيانين الصراحه. بكل صراحه انا كناخذ من واحد السيد في الاول ومن بعد ما بقاش وخديت من عند واحد اخر في هذه المره الاخرى وتا هي صدقات ليا زوينه. دونك البنات نقول لكم اهم الحوايج اللي خاصهم يكونوا في التبريمه الا غتصاوبيها راسك اولا غتمشي عند عطار تقول لي دير لي هادي وهادي وهادي. اول حاجه ضروري من الحنه، الورد، الريحان، القرنفل، الحمص، العرعر، النيله، وشويه ديال حتى ديال كيديروا حتى العكار الفاسي، صبروا عليا نفكر. المهم غير مره جامعه القرنفل ما عرفتش واش قلتو، ريحته عاطيه عندي هنايا. السيدر، ورق السيدر، المهم بزاف بزاف البنات ديال الحاجات اللي خاص يكونوا فيها. كي قلت لكم بغيتوا تهناو سيروا خذوها واجده، بغيتوا تصاوبوها راسكم انا قلت لكم شنو اهم الحوايج اللي ديروا فيهم. انتما راه انا عندي لتحت هذا النيله باقي لا كنخلطها، حتى كيديروا حتى الروز، الروز والحمص، لانكم يعني عارفين كيداروا في الوصفات ديال التبييض. صافي هنا كنبقى نهز انا وندير القياس ديالي في كل تدويشه كندير القياس ديالي، نحط لكم شويه باش تشوفوا. صافي البنات كنبقى كنهز القياس ديالي وفين ما كتسير ليا كنمشي نعاود ناخذها، فهذا هو القياس اللي غادي ندير. اشنو غادي ندير؟ غادي نزيد شويه ديال الصابون البلدي، وغادي نزيد عصير ديال الحامضه. عصير ديال الحامضه البنات ما عنديش ونسيت، يلا كنت خارجه وما خديتوش، ولكن البنات راه كينفع زيدوه عصير ديال الحامضه. صافي وملي غندخل للدوش عاد غادي نخلطها بالماء سخون، خلطوها بالماء سخون وخليها تطلق شويه وعاد ديروا فيها لحمكم. انا غنقول لكم الطريقه ديال في الدوش ديالي كيفاش لي زيتاب اللي كنسبق، شنو كنسبق، شنو كنوخر. انا كي قلت لكم كيبقى هذا الشيء انا غير كنشاركو معكم، وكل وحده ثاني حره في راسها، كل وحده كدير داكشي اللي بغات. من بعد اختي ملي غندخل ندير التبريمه ونحكو مزيان اختي ونحيدو الوسيخات، من بعد خصنا ندير واحد الكوماج. هاد لي طاب ديال الكوماج البنات هي ماشي ديروها يوميا في كل دوش، نتوما حرين، ولكن بالنسبه ليا انا بزاف انا نبقى نديرها في كل دوش، فكنديرها في كل تحمحيمه. ما كل وحده شنو اللي كتحمحم تحمحيمه النيت، مره في السيمانه، مره في 15 يوم، مره في شهر، كل وحده دير اللي بغات. مره في هادو دخلي النيت وديري معاك هادشي مزيان وغتخرجي بالحيمتك هكا كتشقشق بالبيوضه وبالرطوبيه اهم حاجه. ودابا الكبيدات قلت لكم الكاميرا باش تشوفوا مزيان، غادي ندوز نصاوب واحد المقشر. هاد المقشر البنات راه خطير 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 وتيتقام رخيص، راكم عارفين الا بغيتو تشري مقشر من برا شحال كيتقام. وهذا تقدري انت تبقى تصايبيه كل مره ملي تبغي تدخلي الدوشي، اولا تقدري تخليه حتى ديري في قريعه. يعني انا كل مره كندير الكونتيتي اللي بغيت، تقدري الا عندك شي قريعه ديريه وتخلطيه في القريعه وتبقاي غير تدخليه معاك، راه ما غيوقع ليه حتى حاجه ما تيخسرش. صافي اول حاجه البنات غنحتاجو في هذا المقشر هي سنيده، من بعد غادي نديرو واحد شويه ديال العكر الفاسي، ديروا النيله، ديروا اللي بغيتو، ما عندكمش العكر الفاسي ماشي مشكل. هما العكر الفاسي كان جاني من فاس، راكم عارفين هذوك اللي كيكونوا دوري شي. صافي من بعد هنا غنحتاجو الزيت ديال جونسون، غادي نزيد هي واحد شويه باش منه
البنات شنو هي الخدمه ديال هذا المقشر؟ انه كيحيد لنا الجلد الميت، غادي يرطب لنا البشره اكثر واكثر، وفي نفس الوقت غادي يخليها لنا مرطبه. غادي نزيدو شويه ديال الزيت ديال الجونسون باش ملي غتخرجي غتحسي بالداس ديالك راها مرطبه. وغادي نزيد اخر حاجه هي الباندوش. انا غادي ندير هذا، مولفه كندير هذاك ليوكس، ولكن هذه المره بغيت ندير هذا، بغيتو يسالي هذا باش نتهنى منه، فهو اللي غادي نخلط به. ديروا اي واحد بغيتو. وبالنسبه لزيت جونسون البنات، الا ما عندكمش تقدروا تعوضوه بزيت الكوك، ماشي ضروري هذا الشيء بالضبط يكون ديروه هو النيت. وهذا هو الكوموز ديالنا البنات، هكا كيكون واجد. تبقى لحالكم مزيان حتى كيذوبوا هذوك المقيطات ديال لاكتار الكاسي. ومن بعد الكبيدات كنكون وجدت حويجاتي اللي غادي نلبس مورا الدوش، بيجامتي، حويجاتي كاملين، وحتى لي برودوي اللي كنستعمل مورا الدوش اللي حتى نخرج من الحمام ونهضر لكم عليهم كاملين. وجدت كلشي باش ندخل ندوش. من بين الحوايج او الثاني اللي ضروري كنديرو ملي كندخل ندوش، اللي هي كنحيد الا كنت دايره شي صباغه في يدي ولا رجليا، واخا دابا ما ندير والو، ولكن مع ذلك باش راكم عارفين كنبغي نحس براسي راني نقيه 100%، راني كنتوضى الوضو ديالنا، خاصنا نكونوا نقيات. فضروري البنات هاد الخطوه هذه، كنمسح الصباغه من يدي ومن رجلي دابا ما دايراش. ايوا صافي اختي، ونتلاقاو مورا الحمام. كبيدات، هنايا انا الطريقه ديالي في الدوش خصوصا مع البرد وخصوصا في الدار، هو انه كنغسل شعري هو الاول. راكم عارفين اللحم ديالنا الا كان بارد ما كيخرج لا وسخ لا حتى شي حاجه، فكنغسل شعري هو الاول حتى كتسخن ذاتي مزيان. ولكن ما كنديرش الديمالور البنات، يعني الا درنا الديمالور صافي راه كيبدا يهبط لك هذاك البرودوي على عنقك على ظهرك وما غيخرج لكش الوسخ. فكنغسلها شعري بالشامبوان، وحتى كنحكو لسالي عاد كندير الديمالور. بالنسبه للشامبوان البنات، انا كنستعمل دابا شامبوان ديمالور هذا ديال اليغونس، هو اللي قلت لكم يلاه بديتو دابا شي شهر. المهم حاليا البنات لقي عليه راحتي بكل صراحه، ماشي شي شامبوان اللي واو غادي نقول، ولكن المهم كيخلي لي شعري مرطب. يعني ملي كندوش اصلا ما كنحسش انه شعري تشعكك ولا مشنتف، لا يعني راه جاي معاه مرطب. ولكن المهم يقدر مع الوقت مازال يزيد يولف لي شعري ويولي احسن. ومن بعد كبدات ملي كيكون سخنات لي الدات ديالي، عاد تندير كي قلت لكم التبريمه. هنا راهي كنت مازال ما طلقتهاش بالماء، فما ما بانتش لكم مزيان، امي راه كتجي فريمون مطلوقه بحال الحنه، بحال دوك العشوب اللي كديروا في الحمام. هنا راكم عارفين باش نصور لكم، عاد ندخل ندوش في خاطري، فخلطت غير شي شويه هكا باش نوريكم. صافي كنديرها البنات اللحمي وكنخليها شويه، من بعد كنغسل وكنحك. انا هذه هي الكيسه اللي كتجي معايا، هاد الكيسات اللي كيكونوا رطبين شويه هما اللي كيجيو معايا الدات ديالي، كل وحده وشنو اللي كيجي معاها. انا راه باقي الدات ديالي شويه شاد فيا التحمير ديال الشمس ديال الصيف، تشوفوا باقا عندي طراز ديال المكانه وديال البراسلي في يديا. كل مره كنبيضوا شويه. من بعد ندوز البنات لازاله الشعر الزائد. انا هذيك الغازوا هي اللي كنستعمل. هاد الرغوه البنات ديال ازاله الشعر راه غير اختياريه انايا، المهم هذه الصراحه ما زويناش بزاف. هذيك نيفيا ديال الرجال البنات احسن، كتخلي فريمون الجلد مرطب. من بعد البنات عاد كنستعمل الكوماج اللي قديت معكم، فريمون البنات راه واعر واعر واعر، كيخلي الجلد ملس وامونطون كتبقى داك الريحه الزوينه. ومن بعد الكبيدات غسلوا المنطقه الحساسه، هذا ديال صافو غير زوين كيعجبني بزاف الصراحه، هو اللي ارتحت ليه واللي كنستعملو بزاف. من بعد كندوزو نحكو القديمه اختي ونحكو الرجلين، ومن بعد اختي كنديرو صويبينا. هذا اليوكس هو اللي كنستعمل في الاخر، راه فيه ريحه غزاله. كبيدات عرفتوا البنات، كنحس براسي ما نقولش لكم الانتعاش، الانتعاش حتى واحد التحمحيمه يا البنات كيفاش تشوفوا الحمي يعطيكم الخبر، حتى واحد التحمحيمه كنت محتاجه. عرفتوا البنات داك الكوماج والله الا ما خاصكم ديروه، وخصوصا الا كان عندكم شي باندوش الريحه ديالو زوينه وكتعجبكم باش تبقى في اللحم ديالكم. عرفتوا ما نقولش لكم. البنات من بعد مني كنخرج سواء كنستعمل اي كريم مرطب ديال الجسم، سواء كنستعمل هذا زيت جونسون، ديروا اللي بغيتو تقدر ديريها. المهم اي حاجه اي حاجه بغيتوها تقدروا تستعملوها. تقدروا تستعملوا دوك لي كريم ديال هذوك لي كريم ديال لي بيبي بحال ميكسا، او حتى لي كريم ديال جونسون البنات راهم فريمون تيرطبوا مزيان، خصوصا دابا البرد البنات ضروري. ماشي كل تحمحيمه، راه كل تدويشه خاصكم فريمون شي دهنوا لحمكم مزيان، لانه مع البرد الحيمه كتولي كتشقق. صافي البنات هي كنخرج كندهن لحمتي مزيان كلها، كندهن كلي حيت كيف قلت البنات اللحم كيولي ناشف وكيولي كيتقشر مع هذا البرد، وانا بلا برد ديما مورا الدوش كيخصني ضروري ندهن مزيان. دي ولفت ملي كنت في دارنا
مني درت شي 16 عام هكا كون ضروري خصني ندهن لحمي. وحاجه اخرى انه البنات مثلا اللي كيغلاضوا اولا اللي كيضعفوا اللحم اللي كيكون ناشف كيدير دوك التقطيعات ودوك التشققات ودوك الخطوط البويض الحمر كيكونوا عندنا في اللحم، هذوك راه من النشوفيه ديال اللحم اللي كتزيد شويه في البوا ولا كتنقص شويه في البوا كيتشرق اللحم فحال هكا حيت اللحم ناشف. اللهم دهنوا لحمتكم، ابسط حاجه كريم ديال الجسم دايره ب 10 درهم خذي ودهني فيه صافي. من بعد البنات كنستعمل ديودورون، ديودورون تقدروا اما ديروها ملي تخرجوا اولا من الاحسن خليوه حتى تبردوا. بالنسبه للبنات هذا ستيك ماشي ديودورون، ديودورون البنات تقدروا ما تبغيوش ترشوها نيشان يلا تخرجوا من الحمام، انا كنرشها غير في الملابس الداخليه ديالي، تقدروا ترشوها غير في الديباردور ديالكم عاد تلبسوها كتبقى ريحه هكاك زوينه صافي. البنات من بعد انا هادو راكم عارفين بلي بهم كنت خديت منهم عرمه في الدهاز ديالي صافي، مني كنلبسهم سالي وكنرش على لحمي فوق هذاك الكريم اللي درت اولا الا درت زيت جونسون ممكن كنخلط. ملي كتخلط الرويح كيعطي واحد الريحه ديالك خاصه، ما كتبقاش واحد الريحه ديال واحد الحاجه بالضبط صافي. ومن بعد كنرش على البيجاما مزيان. من بعد الكوبيتات غادي ندوز لوجهي، كنرطبو بهاد الكريم ديال سيغافي، مايمكنش نرطبو كلشي ونساو وجهنا ضروري اختي حتى هو خاصو يترطب مزيان. شعري البنات ما غندير ليه دابا حتى حاجه، غنخليه حتى يتسقطر شويه لان راكم عارفين الشعر طويل كيشد الماء، غنخليه حتى يتسقطر شويه عاد نوريكم اشنو كندير لشعري صافي. ودابا غادي نرطب حتى فمي كلشي اختي خاصو يترطب 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 صافي. انا غندير هي هذا فيه شويه ديال اللون باش يعطينا شويه السر ودابا غادي ندوزو حتى للرجيلات ديالنا. عندكم البنات نساو رجيلاتكم، شوفوا كاع شي كنقول لكم راه ديما ولكن خصوصا دابا البرد راه خاص الترطيب والعنايه تكون مضاعفه. البنات راه كاع اللي كتهمل الجسد ديالها كله في البرد راه في الصيف ثاني كتلقى كحالت من شي بلاصه باش كتقول علاش كحالت هنا علاش لحمي ولا هكا. كاين البنات كنهضرهم كيوليو نهضرهم براقع في لحمهم. اللهم البنات كي قلت لكم ماشي ضروري تكون شي حاجه غاليه، حاجه غير رخيصه ونتهلا بها في راسي. فدابا غندوز الرجليات هما غادي ندهنهم. كاين البنات اللي كيديروا داك اللي كتكون فيهم هكا بحال البلاش زعما كتخلي حتى الرجلات حميمرين وداك الشيء، انا الصراحه كندهن رجليا وكنلبس قشره اختي باش يبقى ورطي باين. ودابا الكوبيدات ملي كتسقطر شعري شويه المهم ما تبقاش داك فيه الماء بزاف. جوج ديال الحوايج اللي كنستعمل شعري مورا الدوش، اول حاجه هاد الريحه ديال الشعر البنات هادي راه انا كنت خديتها باك مع المهم ديتهم ليه مع الريحه ديالها ديال اللحم والكريم ديال اللحم كندير شي شويه هكا كتبقى ريحه هكا زوينه ملي كيكون نيت الشعر فازك صافي كيخلي ريحه هكا زوينه في الشعر. ومن بعد البنات كندير السيروم، هاد السيروم بزاف كتسولوني عليه، هذا البنات ما كيتباعش في المغرب كنصيفطاتو لي واحد الشركه من برا ما بقيتش عاقله بالضبط هانتوما راه كاينه السميه ميراكل فخوي اويل، ميراكل فخوي اويل ها هي المهم كتبوها في الانستغرام وما عندهم باج في الانستغرام صافي. هو اللي كنديروا البنات لشعري ودابا الكوبيدات صافي كنشف انا شعري بالسوشوار. الصراحه هذه خطوه وليت ديما كنديرها مني كنت درت البروتين، كان ضروري تيقول لك خاص ملي تسالي تنشفي شعرك بالسوشوار ما تخليهش فازك. فصافي انا الصراحه ولات عندي دابا عاده انه ضروري ملي نخرج اصلا دابا راكم عارفين مع البرد صافي كيفزك لك شويه هكا حوايج كل هذا كيقتلك البرد صافي. البنات كنطلقوا هكا كنشفوا مزيان ومن بعد الا كنت باغا زعما نصاوبو مزيان راه كنهبطو بالبلاك مورا ما كنشفو، اولا تلا غد ليا كنهبطو بالبلاك ولا كنخليه غير هكاك غير زعما هي منشفاه وصافي. Thank you.
صافي مورا ما نشفتش غير شفتو ما صوبتوش صافي غير كنشفوك بالسوشوار وصافي اختي. وكان هذا هو الروتين ديال البنات قبل ومن بعد الحمام. عندكم اي سؤال اي فكره ديال شي فيديو شي حاجه باغيني نديرها خليوها لي في لي كومونتير. مازال جايين بزاف الفيديوهات كي قلت لكم بحال هكا ديال النظافه الشخصيه العنايه ديالي بزاف 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 ديال الحوايج ان شاء الله. غير خليو لي الدعم ديالكم وديروا اللي ما دايرش ابوني دير ابوني باش تبقاو تطلعوا لي كاع الفيديوهات الجايين اختي. كنتمنى تكونوا استفدتوا شي حاجه ماشي خرجتوا غير هكاك من الفيديو وتفرجتوا فيه غير هكاك. وغنقول لكم ماشي ضروري نديروا داكشي اللي درت انا بالضبط اولا الحاجه اللي كنشاركها معكم والواحد تيمشي على حسب الجهد ديالو على حسب الحاجه اللي متوفره عنده. الاهم انه ديروا هذه الخطوات وصافي ما كيهمش هذيك الحاجه واش غاليه واش رخيصه ما كتهم حتى شي حاجه. المهم اختي ونتهلاو في راسنا بشنو ما كان. ونتسلم عليكم نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. باي باي.